تتربى الحلويات خاصة الكنافة الإسطنبولية على صدارة قائمة الحلويات لدى الغازيين خلال المناسبات السعيدة، والتي يزداد الطلب عليها لتأخذ مكانا لها في أيام عيد الفطر المبارك. الكنافة الإسطنبولية هي عبارة عن حلو شرقي بتقدم سخن. طريقة التقديم تبعته عنا هنا في مطعمنا لأول مرة يعني في قطاع غزة، إنه نقدمها قدام الزبون ونجهزها قدام الزبون وننزل له إياها يعني تكون سخنة وفريش يعني. فهي تركيبتها بتكون تركيبة الكنافة سمن بلدي، جبنة عكاوي، قشطة، ممكن ندخل القشطة، جبنة وقشطة، ورشة الكنافة. فبنقدمها طريقتها سهلة وحلوة، تقدمها للزبون يعني عنده على الطاولة. وعندنا احنا في مطعمنا بنشتهر في الأكلات الشرقية. الكنافة الإسطنبولية طبعا من الحلو الشرقي المعروف يعني، في بدخل في كل جميع المناسبات، في مناسبة الغداء تتاكل يعني غداء وعشاء، ممكن تكون هي مع الأكلات الشرقية تكون أحسن. وأكيد في عليها إقبال لأنه سعرها كمان في وضع إحنا في قطاع غزة الحصار والمعابر وأزمة كورونا، الأسعار تتراوح من يعني صحن وجبة لشخص 7 شيكل، يعني سعر كويس مناسب لجميع الفئات لفئات المجتمع. وشغلة يعني أوكي، الإسطنبولية معروفة من زمان بس إحنا بنعملها على طريقة جديدة، يعني نظام وجبة صحن الصغير الوجبة، فتكون لشخص واحد بياخدها بياكلها سخنة، بياكلها فينش جديد، شغل جديد.